انا من ناحيتي كانت الغيره من عندي اوفر، يعني كنت ممكن اخرب الدنيا واعمل مصايب واولع الدنيا وانا قاعده، وطول ما انا قاعده بقى تليفونات ومشاكل، وكنت ببقى الموضوع بالنسبه لي كان بيبقى حاجه صعبه، صعبه جدا يعني. في بدايه الجواز بيبقى صعب ان احنا افكارنا تبقى كلها مع بعض واحد، ففي البداية احنا كان عندنا مشاكل ان احنا نطلع من نقطة الغيرة دي او نحل مشكلة الغيرة دي مع بعض. قعدنا فترة كبيرة في مشاكل. هو كان مديري في الشغل، فطبعا قصة ان هو يبقى مديري في الشغل دي ولازم بقى استأذن قبل ما ادخل، وفي حد غيري ممكن يدخل عليه او يدخل يتعامل معاه ويكلمه عادي من غير اي يعني ما يستأذن او ياخد برميشن او اي حاجة زي كده، وانا الوحيدة اللي لا وما ينفعش، عشان خاطر يعني ما يبقاش فيه ان هو في الشغل بقى انا اللي ينفع اعمل كل حاجة والناس لا. فكان طبعا الموضوع ده كان بيضايقني جدا، يعني لدرجة ان انا في وقت من الاوقات كنت خلاص قررت ان انا هسيب الشغل. النتائج السلبية اللي احنا اتسببت فيها الغيرة كانت تأدي معانا للانفصال ما بيننا وما بين بعضينا. وقت كبير ممكن نبعد عن بعض شوية، هي تروح عند والدتها تقعد عندها في البيت شوية، بعد كده نقدر نحل المشكلة ونرجع تاني. طبعا كان في نتائج سلبية لموضوع الغيرة ده، خلت ان احنا هيبقى طول الوقت التفكير احنا ازاي ننفصل، طول الوقت يبقى في اضطراب في العلاقة، في مشاكل طول الوقت، قاعدة مش مرتاحة، مفيش وضع مثلا مريح ان احنا نقعد نتكلم مع بعض، لا احنا بنتكلم طول الوقت بنتخانق مثلا ازاي ننفصل بسبب الموضوع ده. يعني عشان نتغلب انا وهي على الغيرة عملنا بيزنس بقى خاص بينا احنا الاتنين مع بعض، بقينا احنا بقى اللي مع نفسينا، بدأنا نحط بقى تفكيرنا كله في البيزنس، ان احنا ازاي ننجح البيزنس بتاعنا، ازاي هي تقدر تساعدني وانا اقدر اساعدها، فتفكيرنا بقى كله اتغير خلاص. خدت القرار ان انا اتغلب على موضوع الغيرة ده، لا الموضوع فرق كتير جدا في حياتي بصراحة، ما بقاش فيه مشاكل اللي ملهاش لازمة، يعني المشاكل الحياتية الطبيعية اللي احنا بنعدي بيها او كل بيت بيعدي بيها ده طبيعي، لكن المشاكل اللي احنا بنختلقها بقى بسبب موضوع الغيرة ده بصراحة فرقت جدا، لما حاولت اخليها على جنب فرقت معايا في حياتي بشكل كبير، يعني خلاص بقى احنا بندور نفكر ازاي نخلي حياتنا افضل والعيشة ما بيننا احسن في كل حاجة. بقول لأي زوجين اللي الغيرة هتقضي على حياتهم، انت هتعيش حياتك مرة واحدة، العمر بمرة واحدة ما بتكررش، لازم تفهم نقطة المشكلة او نقطة الخلاف وتبدأ ان انت تاخدها وتعالجها. احنا الغيرة كانت هتخسرنا حاجات كتير جدا انا وجوزي، ما كناش هنقدر نكمل في حياتنا مع بعض، عشان كده انا بنصح اي حد يعني موضوع الغيرة ده انا عارفة ان هو بيكون غصب عن الواحدة او مش بارادتها، بس انا بنصحها ان هي تحاول تتملك نفسها وتغير من التفكير بتاعها، ويعني تبقى عايشة حياة مختلفة بحيث ان هي تخلي التفكير بتاع الغيرة ده على جنب، يعني لان الغيرة بتخرب البيوت وبتعمل مشاكل كتير جدا وفي الاخر هتؤدي لانفصال.